السلام عليكم، حبيت يكون فيديو جديد من فيديوهات تعلم الصلاة والخياطة. الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم هاد التوب، هادو شريتهم من حي الفرح. غادي نشارك معكم هاد التوب اللي خديت وكذلك السعر او الثمن باش خديتهم. بالنسبة للون، راه اللون في الواقع كيكون حسن بزاف من التصوير. هذا التليفون ما كيعطيهمش الحق ديالهم في اللون وصفاء اللون والشكل ديالو. ما نطولش عليكم، المهم ما تنساوش اذا كنتم مشتركينش في القناة تشتركوا معنا في القناة، ما تنساوش لايك الفيديو والتعليق محفز. اذا نبدا معكم بهادو. شوفوا معايا هاد التوب، هذا كيدير 320 متر. انتما شوفوا كي داير الشكل ديالو، زوين. حتى اللون ديالو زويون. ودرتو ديال الخيط كيكون بارد في الصيف، زويون. كيكون ديروا بهم جلابه او حتى ديروا بهم حتى كسيوات. انا خديتهم على اساس اني ندير بهم كسيوات. خديت 3 متر، هانتوما هذا ب 320 متر. انتما شوفوا كي داير اللون ديالو، التشكيل ديالو زوين. هذا ايضا تساوي نفس الثمن 320. كيجيو جلابات خفاف وكذلك كيجيو كسيوات زوينين. كله ماشي كله راه خيط، التوب ديال الخيط. بالنسبه للتوب ديال الخيط خصكم تبغيو تاخذوا زايد شويه في الميتراج او في الطول اللي غادي تاخذوا، لحقاش كيشرب. وخصكم ضروري قبل ما تفصلوه، الا كنتو غادي تفصلوه ضروري تخليوه في الماء. عند بحال الاخر خديت منه جوج، عجبني فخديت منه جوج وحدات. قلت لكم الا كنتو غادي تستخدموه او غادي تفصلوه ضروري تفزقوه، تخليوه واحد الليله، تخليوه في الماء، غير خليوه في الماء، ما دير له والو، ما تصبنوه ما والو، خليوه غير في الماء ليله. ومن بعد نشرو ويبسو يبس بالشمس وداكشي، وعاد فصلوه لحقاش كيشرب. ممكن الا فصلتيه بلا ما تخليه في الماء، فاش غادي يجي تصبنيه غادي يشرب لك وغادي يجي قصير. انتما هذا ايضا زوين، راه واخا الكاميرا راه ما كتعطيهش حقه مزيان، في الواقع راه هما اجملين. هادو في حي الفرح، خديتهم من حي الفرح. غادي تلقاوهم راه حاطين في الارض، تما كيكونوا حاطين في الارض، كيبيعهم بهادو ب 320 كما قلت لكم. تمام، هذا ايضا تاهو زوين. هانتو شتو زوين. بالنسبه لهادو اللي بقاو، هادو كلهم ب 400، مليمتر. تاهما راه خيط، يعني كاين الالوان والاشكال، كاين داكشي زوين بزاف. نتوما الخضر هذا جاي زوين، حتى في اللبسه كيجي فن، حتى الا بغيتو ديرو بيه قفيطين كيجي غزال. هذا راه بحال الخضر، نفس الزوقه مبدلين غير في اللون. شحال حاجه هنا راه نفس الزوقه مبدله غير اللون، لحقاش عجبوني. يعني اكثر ما عجبوني خديت منهم اكثر من اللون. هذا في الاحمر كما كتشوفوا زوين بزاف، ورطب وبارد وخيط، وخصو ضروري يبقى في الماء عاد كيتفصل. هاد القهوي كذلك كما كتشوفوا نتوما، شوفوا انا نطلق لكم اكثر. نتوما شوفوا اللون ديالو كي داير غزال. كاينه ثاني هاد الموف، هذا بحالو راه خو نفس الزواقه، بدلي غير في اللون كما قلت لكم، كنبدل الالوان.
تمام. إذن هادو ب400 المترو مشتم، هذا في الموف وزال وبارد. احسن حاجة ممكن ديرو في الصيف هي هاد التويبات هادو، وثاني هذا في التركو. نحلكم تشوفوا ايضا، شوفوا شحال زوين، حتى في الملمس ديالو زوين ومرطب. هذا خوه غير في القهوي ايضا كيفه بحالو، لكن هو في القهوي. نزيد نحلو لكم باش يبان لكم اكثر. انتم شوفوا زوين، هذا عاوتاني تابو ب400 كما قلتلكم، راه كلشي ب400 هنا. هادو اللي بقى الاولي اللي وريتكم كانوا 320 وهادو ب400 دريال. تمام، هذا الاول تركوا، وهذا الثاني موف. هو نحلو لكم، هذا في الموف وهالثلث هذا في الكحل. انتم شوفوا شوف شحال زوين، وهالثلث هذا في الخضر. انتم شوفوا كيخد الدر زوين، نتمنى ان الالوان يكونوا كيبانوا مزيان مع التصوير، حيت الفيديو راه ما كيعطيهمش حقهم، كيكونوا على الطبيعه اجمل ويكونوا زوينين اكثر. هذا ثاني حتى هو كذلك، شوف كي داير 400 المترو. تاخذوا مغرب الحبه غير وحيده ب400، يعني ماشي جمله ولا شي حاجه، لا غير الوحده كتاخذوا ب400. تاخذوا العدد اللي بغيتو، يعني واخا تبغاو غير وحده. حتى هذا كذلك خيط، اللوينات اللي فيهم كلهم زوينين. هذا ايضا خيط حتى هو. كل شيء خيط، وهذا ايضا تاوخ تتر زوين. هاد الكحل عاوتاني تا هو زوين، وهذا آخر واحد. كما كتشوفوا وبالنسبه لهذا اللي بقى هنايا، هذا راه ستة حرير، كيجي نازل زوين. هذا ب 520 متر، شوفوا كي نازل اش كي داير. هانتوما كي الحرير داير، هذا ستة حرير. هذا في الكري، انا خديته في الكري. تو غزال
هادو هما اللي خديت. مازال خديت واحد اخرين، خديتهم بجملة، دابا نولي نوريهم لكم في فيديو واحد اخر. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اشتراك القناة الا كنتم ما مشتركينش، ولايك للفيديو. ولا عندكم اي سؤال اي استفسار قولوا لي الراي ديالكم، واش هاد البنات اللي خديت زوينين ولا لا. وشكرا على المشاهدة ديالكم.